بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة رؤساء الدول الحكومات والوزراء المؤسسات الدولية، ضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة، أتقدم بالشكر لهذا الجمع المتميز من القادة والوزراء والبرلمانيين ورؤساء المؤسسات التمويل الدولية والبنوك الاستثمارية والمستثمرين ورواد الأعمال، وبهذه المشاركة الفعالة للمرأة الأفريقية وللشباب الواعد. ناقشنا أولويات التنمية الاقتصادية لبلادنا والفرص الاستثمارية، وتباحثنا وتبادلنا الخبرات في مجالات التعاون بما يمكن من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد أكدنا للمؤسسات التمويل الدولية على ضرورة ملائمة آلياتها للأولويات الوطنية والقواعد والإجراءات التي تتفق مع مصالح الدول. السيدات والسادة، حقق هذا المؤتمر العديد من النجاحات، حيث شهدت فعاليات توقيع 30 اتفاقية في مجالات الاستثمار والمشاريع القومية في مجالات تختص بريادة الأعمال، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنية الأساسية، التعاون الفني بقيمة إجماليها 3.5 مليار دولار، تأكيدا على ثقة المستثمرين في برنامج الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار، وكذلك ثقة المؤسسات الدولية في القيادة السياسية والرؤية الواضحة لبلادنا. السيدات والسادة، تتمثل أهم التوصيات للمؤتمر فيما يلي: أولاً، تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية في خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة. ثانياً، تعزيز التعاون الأفريقي في مجالات الاستثمار مع شركائنا في التنمية ومؤسسات التمويل والبنوك الاستثمار على حسب أجندة قارتنا. ثالثاً، زيادة وتفعيل المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام، خاصة في مشاريع البنية الأساسية وشبكات الربط وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك قطاع النقل وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. رابعاً، الاستعانة بأدوات التطوير التكنولوجي وما يشمله من ذكاء صناعي وتحول رقمي واستخدام نظم المعلومات والبيانات الضخمة وتوظيفها لخدمة مجهودات التنمية. خامساً، الاستمرار في مبادرات تمكين المرأة والشباب، وبالأخص مبادرات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل والتدريب الفني لشباب القارة. سادساً، استكمال مبادرات مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد. السيدات والسادة، سوف نعمل سوياً على التنسيق المستمر والمتابعة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، وعلى استكمال جهود التواصل والتعاون وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق رؤيتنا المشتركة لمستقبل أفضل لقارتنا ولأبنائنا، وتنفيذا لما أسفرت عنه كل يعني متوصيات هذا المؤتمر والمقترحات الجادة المقترحة من جميع المشاركين. وأتقدم بكل الشكر لكم مرة أخرى على إسهامكم في نجاح هذا المؤتمر، وأدعوكم للاستثمار في أفريقيا. استثمر في أفريقيا، استثمر في مصر.